بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ نبي صلاة الضحى ما تكنجري؟ قالت: لا، ميا إلا أن يجيء من مغيبه ما لوك مغنائن وكي ماذا وبرقاء ماذا مركان أوت كذا ما أهنه سكلك ما تكنجري نيتري. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هشام عن عروة عن عائشة أنها قالت: دعيت لي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى سنة أو الضحى قط أدكار معنا نريت لي، وإني لأصبحها أنونة وأنصن سنة هيتري، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولك إلهي وحوها لا يدع العمل مد إسكدايا عملك، وهو يحب أسقو جعل أن يعمل به نقبته خشية أن يعمل به الناس سواء بقى دتك إن يكون عمل فلان وفيفرض عليهم ديتنا الغفرد يا الله سواء كعبسنا أبو نبي سايل جري عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرش قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ إن السنة صلاة الضحى وتكنجر. قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء. أنت وضوننا وبدنجر هذا نحن صامرني يضرب رئيس النبي قد حمو سنتك جري ما نعانا نعرق السوق تكنا مرقا دي نعرق تالغ يابا ويوهر إن سيدة آهيت إن يولا جيدا دعي كحتا. قال رحمه الله: حدثنا محمد مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا السناد مثله وقال يزيد ما شاء الله. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد قال حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد وفي مشيق أنه رأى النبي نبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى إلا أم هانئ ما هانئ، فإنها يذو حدثت وحي شيختي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته قرغ ذي نسوغل يوم فتح مكة فصلى نبي وحوت كذي ثمانية ركعات ما رأيت صلى صلاة قط أخف منها. صلاة خف وضوط نبي سوغت كناية ولي ما نعريت غير أنه كان يتم الركوع والسجود، لكن سجود الركوع ذا ولم يستر أي نبي عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر ابن بشار في حديثه حديث كيس قوله كم شيء قط مركا ما رأيت صلى صلاة أخف منها ساسوي رسول. قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى ومحمد سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث من النوفل قال سألت وان ويديي وحرست وكد ذلك على أن أجد إن أنهل أحدا قف من الناس ذات خمد يخبرني إيشيغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح صبحة الضحى، فلم أجد أحدا قفنا ما أنهل يحدثني ذلك إيشيغا غير أنهم غير أن أم هانئ غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني وحي شاكتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح نبي بن ويمت مركي مالك وقرن غضي مالك فتح مكة
فأتى بثوب فأتي بثوب المرأة الله كاني فستر عليه والوقري فاغتسل ثم قام واستغفر ركعة ثمانية ركعات لا أدري كرن معي أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده مقيام كيسا دارا مركوع ديسا مسجود ديسا كل ذلك منه وحاس أوردان ونبي قوسا من متقارب واسكاك دواء قالت وهتري فلم أره ما أرغ نبي عليه الصلاة والسلام سبحها قبل ولا بعد مرك كدب سوى سنة كهر يكدب قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني مرك حرمال ابن يحيى أستغل حاكو جستي أخبرني يونس عن ابن شهاب ننك الإرادة محمد بن سلمة المرادي نوح يري أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن عنه استعماله قال رحمه الله حدثنا يحيى قال قرات على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانين بنت أبي طالب أخبرنا وسمع أم هانين بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدت يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب حديث كصامرنا قالت فسلمت فقال من هذه قلت أم هانين بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانين سلو فلما فرغ من غسلي قبيس مرخو صار ما يستيقام فصلى ثمانية ركعات قلت عفوا في ثوب واحد أسوأ هل مره كتي فلما انصرف صلاة مرخو قبح قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب ويلخي هو يدي وعلي بن أبي طالب هو الركوع أن دعونا أنه قاتل رجلا إنه دلان أجرته أن أقمن قلي أنسيي فلان ابن هبير اللي إرادة نكاس فقال رسول الله وحور عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يوم هاني أم هاني أفكي من قلي أنسيي أنك من قلي أنسيي إلا ما تابا كره قالت أم هاني وحجر وذلك الضحى برقب يأت قال رحمه الله عددني عجاج المشعري قال عددنا معلي بن أسدين سأسمع إذن قرن أنا معلي يقرأ لك معلي بن أسدين قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته عام الفتح ثمانية ركعات في ثوب واحد قد خالف بين الطرفين قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدين وهو بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمة عن أبي الأسود الدؤلي الديلين والإرادة عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم حبين كستا وقف كالصائدين كم يدعاه وحكوا بريستا صدقة صدقاء ومركوا بريستا لقرب معنا وكل تصبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك انت وحى أغفلا ركعتان يركعهما من الضحى قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو الطياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي مثل أن جعل وحي دردارمي عليه الصلاة والسلام ثلاث بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى والمشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال رحمه الله حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد رافع قال حدثنا من أبي فديخ عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانين عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت انت أنا ولا عن الديني بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أن أوتر قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
أن حفصة أم المؤمنين أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان أدي مؤذن كأذان كوجوجو لصلاة الصبح وبدا الصبح صبحين وصوم وغضا ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة أنت صلاة الأقيم والله بدي ركع وصلاة الصبح كهري. قال الرحمن الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حاوى حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاوى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب كلهم عن نافع بهذا الاسناد كما قال مالك مالك هي متابعية. قال الرحمن الله حدثني احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين نبي لبرع وفتخوز بوتخين جري. قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا السناد مثله قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزوري عن سالم عن أبيه أخبر ابن حفصة حيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر وأغمره يفتيمه صلى ركعتين. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن يغدو قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال وعتري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما وفض ذنجري. قال رحمه الله حدثني علي بن حجر قال حدثنا علي يعني ابن مسهرين حا وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة حا وحدثنا أبو بكر وأبو كريم بن نمير عن عبد الله بن نمير حاوى حدثنا عمرو بن يغدو قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الاسناد وفي حديث ابي اسامة اذا طلع الفجر فجر ضو صار الشوع. قال رحمه الله حدثنا محمد صنع قال حدثنا ابن ابي عدين عن هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي الله عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح. قال رحمه الله حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف وفذ ذنجر حتى إني أقول إلى أن سرادوا هل قرأ فيهما بأم القرآن طلعوا فاتح هذا ما أخذي صوفوا ذينا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيما بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي ما أهين على شيء من النوافل وحيابه أما الصلاة سنوية كم إذا أشد معاهدة مدعو قد ذلك منه كبضا دذال كيسا على ركعتين وكد ذال الله ورقع وقبل الصبح صلاة الصبح مرك أشد معاهدة وقبضا حق ذلك منه من معاهدته دذال كيسا على ركعتين وكد ذال قبل الصبح. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة قال وعتر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع مدقدق بضان منه ودقدقه إلى الركعتين قبل الفجر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها لبضع ركعة الدنيا يوحى كل عجرة هي كقيمة طبعا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب بن حارث قال حدثنا معتمر قال قال لي أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر له ما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال رحمه الله حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد وهو ابن كيسان
عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعة الفجر في الأولى منهما مدهرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في البقرة وفي الآخرة منهما لوضح عمد الدنبنة آمنا بالله واشهد بأن مسلم بنيك وأخرج عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة الفجر قول آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال رحمه الله وحدثني علي بن خشر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن مبين قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بصة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث حديث بوشاغي يتصار إليه له فرحة بوشاغي. قال وحيري سمعت وحن مغلي أم حبيبة تقول عليها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى قفكيت كذا 12 ركعة في يوم وليلة هبين يمال بني له بيت قري أيا لادسة في الجنة جنة لحدي إذا قري بالله قلسة. قالت أم حبيبة وحيري فما تركتهن إسخمان الدين منذ سمعتهن مركان مغلي ركعات كاس من رسول الله مركان كمغلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عنبسة وحرف ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوسين. قال رحمه الله حدثنا أبو غسان وإسماعيل قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا وصنا بني له بيت في الجنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي الله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما برحت إسخم الدين أصليهن ركعات كسنة تكادو بعد وياك ديب. وقال عمرو ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. قال رحمه الله حدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال وحيرا حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال قال النعمان بن سالم أخبرني قال وحيري النعمان بن سالم با أخبرني ورمي. قال النعمان وحر سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. قال رحمه الله وحدثني جرير بن حرب وعبد الله وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن عبيد الله وعمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظهر سجدتين وحطرنا مركز نوينك وصلاة على سعودي رواتبتي ظهر كالبرق على كهرس وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين واللح وبعد العشاء سجدتين وسديت وبعد الجمعة سجدتين اسكداف قواس فما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي وحن كله تكذي عليه الصلاة والسلام في بيته. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال أخبرنا شيء عن خالد الحذاء وايه عن عبد الله بن شقيق عقيل وايه قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه أو صنده قالت كان يصلي في بيتي قبل ظهري أربعا أفربوك تكنجري ثم يخرج وبعجر فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين وبعد المغرب ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين
وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وترك كجرو وكان يصلي ليلا طويلا قائما هبين نذا دار قار وحو تكنجري هبين دار بوحو تكنجر أسوغ التاين وليلا طويلا هبين دارنا قاعدا أسوغ فردية وهبين دار محلق وضا هبين نذو يكلا ديريهين ساعده هذا وليبا روكس كوم السيجر أنا وحلق يابا مالين كان يهبين كانوا انت بدنا وصولي اللي تريهن لبي 8 ساعة لبي 8 ساعة لكن ما حد يعكرتا ميلها قار كود مالين كانوا سديت ساعة سكن نغضا أما 8 ساعة وسكن نغضا مالين كانوا دارا أما مالين كي يعني مالين كانوا جابين يهبين كانوا داري هاي مالين كي بابوك نغنا 8 ساعة أبين كانوا سكن نغنا أفر يطبن أما شن يطبن أما مارك قار لحي يطبن marka wuxuu tukan jiray asagoo taagan habeenada qaar wuxuu tukan jiray asagoo fadhiya wakaana ida qaraa wuxuu hadu akhriyo huwa qaayimun asagoo taagan rak'a wa ruku'a wa sajada huwa qaayimun wa ida qaraa hadu quraan akhriyo qaa'idan rak'a wa sajada huwa qaa'idun wakaana ida tala al fajr salla rak'atayn marka raatibtu ma qay ka dhigtay way ka dhigtay 12 salaada dhuhur lixay seeday maghrib kana labay seeday أشاهنا الله بيسيدي صلاة الصبح الله بو. قال رحمه الله عددنا قتيبة بن سعيد قال عددنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال وعدر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما هذا استاكت كذا وصار ركوع جرى سوته وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا سوف ركوع جري قال رحمه الله حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعب عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس ايش فارس اللي هذا ينكو حنون صدي فكنت اصلي قاعدا وان تكنجر انا وفرديا فسالت عن ذلك ان كسبا وادا بوحا وحكويدي عائشه فقال وعدت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا قائما وليلا هبينا طويلا كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا قال رحمه الله حدثنا يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سالنا عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتر الصلاه قائما وقاعدا فاذا افتتح الصلاه قائما ركع قائما واذا افتتح الصلاه قاعدا ركع قاعدا قال رحمه الله حدثني ابو الربيع الزهراني قال اخبرنا حماد يعني بن زيد حوى حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حوى حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابو قريم قال حدثنا منوير جميعا عن هشام بن عروه حاء جميعا مركب مسان هنا ننزل الى حماد بن زيد يا مهدي بن ميمون يا وكيع يا ننزل الى ابن نمير انت سنه هنا سوما رحمن قبضنا وعن هنا حماد بن زيد وعن كلاه هنا ننكر المهدي بن ميمون وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع وكيع نواهينا وحدثنا ابو قريم قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروه رجع صدنا هنا حاء وحدثني زهير بن حرب ولفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام شيخ من عروة وسقى صدعا قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من في صلاة في شيء من صلاة الليل جالسا نبي قال صو قرآن أخرنا يا صلاة الليل صوفا يا معرف حتى إذا كبر نبي قال مركو دعنا قضي قرأ جالسا فليبوكو أخر جري حتى إذا بقي عليه مكي أصهرت من سورة 30 أو 40 آية ورد صدن إلى أفرطنا يا مركي ولي من تاي قام ويستجر فقراءهن وأخرين جر استاوك وأخرين جر ثم ركع لكن واجد دم بمرك حق واجد حق أولها استاوك وأخرين جر واجد دم بحقا مركو داء النقضي حقا أوجي العي
نبو عليه الصلاة والسلام فرد يقو أخرنا قرآنك مركز سورة ركوع مركز سورة دوية هاي يو استاغا سورة دوية سورة قبقبينة وصور ركوع مركا ركوع عاص يعني استاغا سيقصر ركوع. قال الرحمن لو حدثنا يحمي يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءة قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك نبوى استاجره فقرأ انتو لمن واخر جري وهو قائم ثم ركع سور ركوع جري ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فقال الله بأن قرآن كوحو بالله سوى فرية مركز دوية هاي يستاجر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة إسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن هشام عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قال وعتني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية ولكن النبي هو ربنا ركوع واستاجر جري ديتنا وحتغنان جرين تقفوا أخريو أفرتنا آيات. قال رحمه الله حدثنا ابن وير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس قالت كان يقرأ فيهما وآخر جري فإذا أراد أن يركع قام فركع. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس مركي دتك اي ججبيه يعني دتك دنوه دي مركي النبي عليه الصلاه والسلام وجه العي. قال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه فذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. قال رحمه الله حدثني محمد حاتم هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس نبي مقيريون عليه الصلاة والسلام إلى صلاة دي سهبين انتبضا أي أهيت أسوق فرية يعني استقوى كيرا. قال رحمه الله وحدثني محمد حاتم قال حسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبي عن عائشة قال وعيت لما بدنا رسول الله رسولك إلهي مركود أن نغضي عليه الصلاة والسلام وثقل وعسلاذي كان أكثر صلاته جالسا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعه السهمي عن حفصه انها قالت وعتر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام. نبي صلاة ذهبين في سنه كنت كان فردي معرك الى اسوء قاري مركو قيريون ربي سنه كهر فكان يصلي في صبحته قاعدا وكان يقرا بالصوره نبي سرد بآخر جري فيرتلها وكلا دقل جري حتى تكون أضول من أضول منها إلى كبيرات مدى إذا كبيرات إلى كبيرات يعني تسأل آهان نبي عليه الصلاة والسلام وحو كلا دقل أو ترتيبنا سورة الضحى إلى سورة الضحى أي كبيرات والمطففين وكلا. قال رحمه الله حدثنا أبو طاهر وحرمل قال أخبرنا من واب قال أخبرني يونس حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثل غير أنهما قال يلو علنا مر يونس إيه معمر بعام واحد أو اثنين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا إلى فدي وكت كذي. قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت وحال إي شيغي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة صلاة قفك كتك فدي وحي أدغ أنت صلاة بوستا كتك ذي بركيت حق أجرك. قال وحي رفاتيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام فوجدته يصلي جالسا وحلق ما يصوف فدي كتك فوضعت يدي على رأسه نبي قعنت إذا ينمضح كصار عليه الصلاة والسلام فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو ما حكوها لي قلت حدثت حال إيشك يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا هذا هو فدي كتكني. قال أجل ها سيدة سوائل ولكني لست كأحد منكم لكن غفى ذينك وكلاء ما إيه أستاذ عليه الصلاة والسلام يعني أبو مركب فدي كومة تكنجرين مركي ويستاق وكري وايي ايونا وفدي كتكدي marka ajirka uu keela fadhiga xulamidii ajirku keelaayay markuu taagnaa ee marka leeyahay waa qof taagan salaad uu tukaday barkeed marka leeyahay waa qof markuu awoodo qofku tabartiisu hadii ba inta saytaay qof taagan uu la mid yahay. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يونس سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن مسؤول بلا اسناد وفي روايه شعبه عن ابي يحيى العرج قال رحمه الله حدثنا يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بليل 11 ركعه ابن كوحوت كنجر قوي ركعه يوتر منها بواحده الحب يوتر خليل جري فاذا فرغ منها دور دمس يضجع على شقه ليمن ثم يبوسي حنجري حتى يأتيه المؤذن المؤذن خلاله يماذ فيصلي ركعتين خفيفتين. قال رحمه الله وحدثني هارون بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي عليه الصلاه والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء وهي التي يدعو الناس العتمه لقصوا بالله مركو صلاة عشاء لما يسوى ضدك يقنن عتمدا إلى الفجر وحد خنجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين لما ركع مركو لما يبا وسلام نقص جري ويطر بواحد هل وكسو قبين جري فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر مؤذن كو صلاة الفجر كادن كذا طول ما يبا وتبين له الفجر فجر كو وعد هذا وجاءه المؤذن وقام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وحدثني حرمل قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بالأسناد وساق حرمل الحديث ابن مثل غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر مشيئا الإقامة وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء وننك الإرادو ابن شهاب أول يكورنا يا عمرو بن الحارث أدنى يكورنا يا يونس وياي. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير حوى حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قال وعيتري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ويوتر كذلك جرب خمس لا يجلس في شيء مفري سجن الا في اخرها ما يشهد ضمبيضه معناه هل التحيات الهيض واي هل تشهد بس الهيض. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان حوى حدثناه ابو كريم قال حدثنا وكيع وابو اسامه كلهم عن هشام بهذا الاسناد. قال رحمه الله حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك عن عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر لغدره. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. اسكسيو تكنجري يصلي أربعا أفر بوت خنجر فلا تسأل عن حسنهن قروح ذودة وطولهن سيء ليريين أن يهي ويدينين ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا مرك الله سكدر وكوي طبعا. فقالت عائشة وعتر فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر أنت على وترك آذنتك أن يتسيحني معنى ذو عتر مركو سديد تكذو
ayuu xoogaa anigu wax yar buu uu nasan jiray, yar buu madaxa dhulka dhigi jiray. markaasi waxa rasuulka ilaahay watarkii baaba ku dhimaana sideed ragcaad tugatay, adiga watarkii aan tukan maa seexane, qaadi ya caaisha ina caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbi, waa soo jeedaa waay. قال رحمه الله حدثنا محمد صلى الله قال حدثنا ابن ابي عدين قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعه يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فاذا اراد ان يركع قام فركع نبي واستاذ الرسول ركوع جري الا ان فدي بوكت كذا ثم يصلي ركعتين بين النداء والاقامه من صلاه الصبح. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمه حوى حدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاويه يعني ابن سلام عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمه انه سال عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل غير ان في حديثهما حديث كذا وحكولت 9 ركعات قائما يوتر منهن وصغار كاسقار كمذا وتر ايه وياي ننقل إيراده يحيى بن أبي كثير أولي يكورنا هشام هدنا يكورنا يا يحيى بن أبي كثير يكورنا ننقل إيراده معاوية بن سلام يو هشام باول يكورنا يا معاوية بن هشام ينقل هذا الشيبان مركز استرادو حلي غير أن في حديثه ما ساسك وضع معنا. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن يغد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الله بن ابي لبيد سمع ابا سلمه قال اتيت عائشه فقلت اي امه هويوي اخبريني عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعه بالليل منها وحكجر ركعتا الفجر وحكجر واي. قال رحمه الله وحدثني وحدثنا ابن مبارك قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظله عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشه تقول كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدتين هل ركعه او وتر انه كدرج ركوي طبعا ويركع ركعتي الفجر فتلك تاسي 13 ركعه. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق حاوى حدثنا يحيى قال اخبرنا ابو خيثم عن ابي اسحاق قال سالت الاسود بن يزيد عما حدثته عائشه وحي اشيختي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ويتر كان ينام أول الليل ويحيي آخره قيبت الدنبنا وسجيد جري ثم إن كانت له حاجة نبي ودودا كليها إلى أهلي قيس كيسة قضى حاجته دنتي سوقود جري ثم ينام ديت نوسيح جري. فإذا كان عند النداء الأول هدي لقاره آذان كهراء آذان كهراء محلو لجيدة أدن كي هراء صلاة الصبح لبا الدين الله ذا كي هر كما وضع الدين كدن بيولا جيدا إقامة ذا مركا وحكومة عاوي دون تا آذان كلاوات مركا الدين كي إقامة ذا إمنا وحلا وآذان كي هر منا وآذان كلاوات. قال دعية الوثب النبي وبوذي جري ولا والله ما قالت قام إلا من قد أرتو استاغي ما يسنده نوحي النبي وسوب بوذي جري فأفاض عليه المبيوس كي يعين جري ولا والله ما قالت اقتسل وقبيسن جري ما ايسن بهن وانا اعلم ما تريد وحي اولى جيدنا وان فهما وحي كودا نبي ودقدق جري قبيس دقدق يكعتان دقدق وان لم يكن جنبا نبي قدوس جنابه قبلنا توضا وضوء الرجل للصلاه ثم صلى ركعتين. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو قريب قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا عمار بن رزيق عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه قال وعتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون اخر صلاته الوتر الى صلاه وحو قدام بوتر اي نقضى. قال رحمه الله حدثنا هناد بن سري قال حدثنا ابو الحوس عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابي ابو الشعثاء عن مسروق قال سالت عائشه عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائمة نبي وحد يكتا أجو جعلا. قال وحور قلت أي حين كان يصلي هبينك حلوت كنجري. قالت كان إذا سمع الصارخة قام فصلى مركو ديق دواقي سمق الله أيو استاج الجري مكاس أيو تكنجري. قال رحمه حدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعيد
عن أبي سلمة عن عائشة قال وعتر ما ألفى رسول الله ما ألفى رسول الله رسول إلهي سومها ليل السحر وقت سحورته الأعلى أهراء في بيتي يقولوا يكون سوها ليل أو عندي إلا نائما سوى جيفة معانا يعني وقت قاس أنت بضان وحو إيمان جري نبي جيفة عليه الصلاة والسلام. قال الرحيم الله حدثنا أبو بكر بن شيبة والنصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قال وعتر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة هذا سوجي حدثني وإيش يجري وإلا هدي أن جيفنا اضطجع واسكسي حجري النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا من أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال رحمه الله وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قال وعتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر وترك مركونا ما يستقال وحوليج قومي استاك فأوتري يا عائشة. عائشة وتركتك سأسوليه جري النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت وأصمرنا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه عيسى حليلة واقت ولقبه لقب كيسنا وقدان آل إيراء. حوى حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما يالو لجيدا نكي وقدانها إيه أعمش عن مسلم كاسم الله يقانا مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق عن عائشة قال وعتر من كل ليلة قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر هبين كقيبه سقيب وصلنا به وصلنا صلاة الليل تكن مجرو قيب تهارع قيب تردح قيب تدنب كل نبي صلاة الليل وكتك هذي لكن واجي دنب نبي انتو سنجيريون انكهر وتركيسو وقتك دنب وبضنا كان هرأي كان دحوما بضنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قال وعتر من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي كرمان ما شاء كرمان لإرادة قاضيك آها عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال وعتر كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى العنزي وقال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد وحودا أن يغزو في سبيل الله إنه جدك إلهي دينك إلهي دلاد سنو دقال وقال دينك إلهي دفاع ديسا فقدم المدينة مجالة المدينة ويميده فأراد وحودا مع أن يبيع عقارا له بها إنه يبيه dul oo kula yahay magaalada madiina inuu iska iibiyo fayajcalahu deetana uu ku soo yibsado fi silaahi hub iyo wal karaaci iyo fardo saas u damcay wal quraaci ay idin qaran wuu jahida deetana uu la jihaado arruuma nimankii reer ruumaha waa reer yurube xataa yamuuto ilaa uu dhinto. فلما قدم المدينة مركو مقال المدينة سواء قال لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وكرهبين وأخبروه حيوشيا أن رهطا ستة لحقفات أرادوا ذلك إن أرنك أدونا في حياة النبي الله عليه الصلاة والسلام فنهوه نبي الله نبي الله وكرهبين صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة أرنك أس نبي الله أني غم يسان دي شيء كقصو بنين أني غم يقول ديتاه. فلما حدثوا بذلك هشام بن عامر مركي أرنك الله شيء سعد بن هشام مركي أرنك الله شيء
راجع امرأته وقد كان طلقها هوين يديسي أوفري وصرج عيستي وأشهد على رجعته إنه صرج عيستنا مقاتبه سمعي فأتى ابن عباس ابن عباس بوتغو فسأله وحو وحكويدي عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس وحر ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله عليه الصلاة والسلام دتك الدنيا كنا غفقة وأقانت بدن وترك النبي مقوت المعمى قال وحر من غفقة سياوية قال وحر عائشة فأتيها يضوتك فاسألها سوي دي ثم أتني ديتنا إي إمو فأخبرني إي شيخ بردها عليك جواب إي خسيرة لأنه كفى إذي استورة باه فانطلقت إليها عائشان هذا يورف أتيت وحنوتي على حكيم ابن أفلح بنوتيغو فاستلحقته إليها وحيرنيه قال إراع عائشة قالوا حرمانا بقاربها أولوان ما يقرداس لأني نهيتها محايلة وحان كرابي أن تقول في هاتين الشيعتين لابد أن قلوا إسهيستا إن دحق شو أي قلاء أي تاغيرتو شيء إني وحكتر هذا فأبت فيهما إلا مضيا الرنكاس إني إسخديسو وإيدي دي وأن كأهين إني هرؤسي سعطو مرقا لابد قلوا شيئا وحوة الماما قصة دي قصة الجمل علي رضي الله عنه يعني من كسو هرجي دي عمر كدم عائشة رضي الله عنها أيه قامين أيسي أيه أولا جيدا وحا يريد دقال كان كدحبا ديتنا مرك يدي دي كل راعي ما يريد من آذايا قالوا حرف أقسمت عليه ربي بان كل دارتي وإحراعي هان إلي وي معنى هذا مر هدو دارتي هدو سنراعين وحين غنينو كفاركتو يعني وان دارتي وحا يريد الله وإحراعي فجاء ويصرع عيبير فانطلقنا إلى عائشة عائشان سؤادني فاستأذن عليها إذن بان ويديسنا فأذنت لنا ونوع قلاتي فدخلنا عليها وأتقني فقالت وعتر أحكيم من كان عدكيس أن مغلى حكيمية دي حجاب أو دحية فعرفت ويقرتي فقال وعتر نعم ها قال وعتر من معك يأكل الصعدة قال وعتر سعد بن هشام قال وعتر من هشام هشام كسوكما قال وحر ابن عامر فترحمت عليه وحيتر إليها ونحرست هشام وقالت خيرا وانا أمانتي قال قتاده وحر وكان أصيب يوم أحد هشام نقل إلى هذا هشام ابن عامر دقال في أحد أيوكو قريوذي فقلت وحيري يا أم المؤمنين أنبئيني إيغشاكي عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دبي عليه سا قال وحيتر لست تقرأ القرآن وقرآن كسومة تقانت قلت بلى قال وعتر فإن خلق النبي الله عليه الصلاة والسلام كان القرآن نبي قد يعدس القرآن كوها سيدها الليالو سايان ليالين لغن كوا عين كاس وحيل الشيخ النبي قو وكو دقمه مرك القرآن كدا تقانو نبي خلق يسكو مدي منا وصول كابسي قال وعتر فهممت وحن دمعيان أقوم إن الميشي كيستاغو ولا أسأل أحد انقف عن شيء وحبا أنا ويدين حتى أموت إلى أن ينتو حيا لوح ربنا وفاه فايسو نبي قصاصو أها ويعني ديق سنو ديسو حداف بيه ديق سنو ديسو سداسة هاي ساسو ربي وعند القرآن سوما تقانة ها القرآن ده تقانة النبي قد بعد ديسا وقرآن أرن كسبوا مرك حوا كحوا مع ذي ثم بدأ لي هذا نوح أيام وغطينا سؤال خلصي ويتيو فقلت أنبئني عن قيام رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيس يغورن صلى الله عليه وسلم فقال وعتر ألست تقرأ يا أيها المزمل أيها المزمل سوما تقانت قلت بلى قال وعتر فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة سورة أول كذا قيام الليل إلهي واجب كبغي أول كذا محوها يا أيها المزمل قم الليل قم الليل سو أمر معه فقام النبي الله نبي الله واستاغي واصحابه حولا سند اوردن بسرات الليل فتكنايا وامسك الله خاتمتها قيبت دم بسورده قيبتيده دم الله وحو هيستي 12 شهرا في السماء حق سراء الله وحو كهاي 12 بلوت حتى انزل الله في اخر هذه السوره التخفيف ان ربك يعلم مرك يا ايها المزمل قم الليل ان ربك يعلم هل سورة دي سوية لكن سنة دعوة دحايا
شو دقي الدولة فصار وحنا قيام الليل تطوعا سنة نغدا بعد فريضة الملك فرضها كبعد قال قلت يوم المؤمنين أنبيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا وتركي سيغورا قالوا عدر كنا نعد له سواكه نبقى عديك سنو ديار جرنا وطهوره بيها وكويس قادنا فيبعثه الله ما شاء يبعثه إلى مرقو دونو سوتو سنجري من الليل هبينك فيتسوق وعدي سجري ويتوضا ويسجري ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها سيالك رقعه إلا في الثامنة إذا سديدات التحيات وحيلا هاي هل التحيات سديد رقعه لا بمركو تكذا ويستاغا ما فريساناي ودنا وودا ركعة سديدات أيوة التحيات وفريسانا فيذكر الله إلى أبو حسجر ويحمده ويدعوه ثم ينهض ويستاجر ولا يسلم من السلام النخسجرين ثم يقوم ويستاجر فيصلي وحتكنا التاسعة ثم يقعد وفريسنا فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما وسلام النخسجر سلام أوه يسمعنا أن مقشينا ميقى تحيات إلا ذهي لما تشوت سديدات فيه سقالات ثم يصلي وتكنجر ركعتين بعدما يسلم مركو سلام النقصد وهو قاعد نسوغ فرية فتلك تاسي 11 ركعة يا بني والخيو فلما سن النبي الله نبي الله مركو دان نغضى عليه الصلاة والسلام وأخذه اللحم نبي حوغا جركي سوه لبك لي نبي مبورنين لكن سيدي هارع حوغا أكرون هذا النبي عليه الصلاة والسلام أوتر النبي حقوة ترصدي بالسبعين تبركعه وصنع في رقعتين وحكوسه مثل صنيعه الاول ومعنى الفضل بوكت خنجره فتلك تاسع تسع يا بني وكان النبي الله وحوها عليه الصلاه والسلام اذا صلى صلاه ذو صلاتك اذا حب وحجل ان يداوم عليها ان وجوكتي وكان اذا غلبه نوم او وجع النبي هذه هرد ايقات كاتو اما حنون ولا سوقي وايو عن قيام الليل هابين في استاج بيس وغات كاتو صلى من النهار وحوتكن جريت انتي عشرة ركعة لبي طبعا ركعة ماشي كوي طبعا وكتكن لها وقريقا لبي طبعا ركعة محايا لما لانت وتركيذ ووضطا ايضا صلاة المغرب وتركيذ ووضطا لكن هبين كي نبو مركو وحوتكن جري كوي طبعا ما لانتي عدين نغطن لبي طبعا وايه ولا أعلم موغي بيتري نبي الله عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن كله في ليلة النبي القرآن كهل هبين كو ختمي انتو فاتح كبلا قول عبر ابن اسقي مو اقيتري انو سيدا سمي ولا صلى ليلة الى صبح من اقى نبي انتو هبين كي صلاة بالله وصلاة الصبح سوى ويسقوا اي اقى قارتو وهبين كصورا صلاة الليل اتكنا مجري جرين يعني قيبنا وسيحا جري قيبنا صلاة بوتكن جرين نبو عليه الصلاة والسلام ولا صام شهرا كاملا بالدمستر المسوم جرين غير رمضان قالوا يعرف انضرغت الى ابن عباس عبد الله بن عباس ايان اذي فحدثته بحديثها الى سيئة وحر وحي كوش اختصام مرسية حديث في ذي بانو شيئة فقال وحر صدقت فم بي الشيء يقولين لو كنت اقربها دان اقول له وانا ان اتقى وادخل عليها ما ان اتقى لا اتيتها واتقي لها حتى تشافهني به إلى حديثك أن أفكي ذاك مغلق قال وحر قلت وحر لو علمت دانوغي أنك لا تدخل عليها إن هذا نتغيني ما حدثتك حديث حديثك إذا كو مشي غيانو بيلي يبدر هنا قوش يا قال الرحمن الله عبدتنا المثنى قال عبدتنا معاذ بن هشام قال عبدتنا أبي عن قتادة عن زرار بن أبي أوفى عن سعد بن هشام ومرخم حارح مري أرنتي جمل كون قصة في سنة دواية يوحل ميدا وحا ابن عباس عائشة رضي الله عنها يكو كلبودين ووحي علي رضي الله عنه عائشة يكو كلبودين وكو سابتنا دقا الله دلك عثمان كبعدي واي فتنتان أردن قال رحمه الله حدثنا محمد مصنع قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرار بن أبي أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع السوق يبيو عقاره للمقورته فذكر النحو قال رحمه الله حدثنا ابو بكر الشيوخ قال حدثنا محمد بشري قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه قال حدثنا قتاده عن زرار بن اوفى عن سعد بن هشام انه قال ان دلغت الى عبد الله بن عباس فسالته عن الوتر وساق الحديث بقصتي وقال في وحر قالت من هشام؟ قلت ابن عامر قالت وحر نعم المرء كان عامر
عامر الله يرينين وناكسن بوها نعم المرء كان عامر ميا مثلا نعم المرء كان هشام واي ميو حول جيدا نينكا عن صوم مرني حديث كان كسوم مرني ويتر الله أن حريستو مهشام بوها مسه عامر بوها هذا نيكا عامر بو قد مرغوان هشام من عامر واي كان عامر ننفي عن بو عامرها أصيب يوم أحد ما ننتي أحد بالد لي قال رحمه الله عددنا ساق ابراهيم محمد رافع تلاه مع عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن غتاد عن زرار بن ابوه فان سعد بن هشام كان جارا له درس بيع عينه فاخبره وحوش انه طلق امراته واغتسل الحديث بمعنى حديث سعد وفيه قالت من هشام قال وحري بن عامر قالت نعم المرء كان اصيب مع رسول الله يوم احد كان صحوه يا مر وفيه حجر فقال حكيم بن افلح وحري اما اني لو علمت انك لا تدخل عليها دانوها ان هذا نتغيني ما بعتك بحديثي حديث كذا كوما شيغان انك سيدا يري مسعد بن هشام مسعد حكيم بن افلح سيدا صامرني سعد بن هشام وايا هذا انك هو حولي هاي حكيم بن افلح با ابن عباس وحكيري اما اني لو علمت انك لا تدخل عليها ما انباتك بحديثها مركا صوبت اصر راعيه متابعاتك نوعا صوبت اصر راعينا وحو ربا انه كوموجيو رقا دم بخلتك كجرة رواياتك وربا انه كوموجيو يعني واشارة وخلدين هي ربا انه كله لكن وخلدين ستوس قديمة روايته ذو كوشيغا قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور والله اعلم القى اسكت جوه